في ظل اشتعال الجبهات بريف حماة الشمالي، يستمر الجيش الحر بدك حواجز النظام بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة ضمن معارك العاديات. الله أكبر. حواجز النظام العسكرية لم تسلم من ضربات الجيش الحر الذي استهدفها بالعديد من القذائف، محققا فيها إصابات مباشرة، كما هو الحال في حواجز الحماميات والمغير والسمان. استهداف حاجز السمان. معارك قادمون في الريف الشرقي لم تكن أقل حدة، حيث تمكن الثوار من إسقاط طائرة ميغ حربية قرب ناحية العقيربات، وإحراز تقدم في منطقة المداجن في قرية المفكر، واستهداف تجمعات شبيحة النظام في قرية ربيعة. قصف الطيران الحربي على رسم الورد. طيران النظام الحربي شن غارات جوية على العديد من قرى ريف حماة الشرقي، كقرى رسم الورد وقصر ابن وردان وأبو الحنايا وغيرها من القرى، ليتسبب ذلك بمزيد من الدمار ومأساة نزوح المدنيين الذين لجأوا لمناطق بعيدة افترشوا فيها الأرض ونصبوا الخيام علها تقهم من قذائف النظام. بالانتقال لمدينة حماة التي تدخل اليوم 40 من دون ماء، تستمر معاناة الأهالي لتأمين مستلزمات الحياة اليومية في ظل تضييق أمني تمارس الحواجز المنتشرة هناك، والذي لا يخلو من الانتقالات التعسفية واقتحام أحياء المدينة.